السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إني أحبكم جميعا في الله. فتح عشوش الريمبو، هنتابع الفروخ، الفروخ بسم الله ما شاء الله. آخر مرة عملنا فتح عشوش الريمبو، لقينا الفروخ يا دوبك لسه مريشة. النهاردة في تقدم كبير جدا جدا، عايزين نتفرج على الفروخ ونشوف الدنيا في إيه. هل هنقصف النهاردة ونطلع الزغاليل من العش ولا هنسيبهم شوية؟ يلا بينا نفتح العش ونشوف الدنيا فيها ايه. بس قبل ما نفتح زي ما احنا متعودين ننزل تحت نعمل اللايك الجميل ونعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفاد من المعلومات اللي احنا ان شاء الله هنقدمها داخل الفيديو. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يا جمال ويا جمال، وبسم الله ما شاء الله على الالوان الجميله، بسم الله ما شاء الله. تعال تعال، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كلهم طالعين كلير وينج رينبو زي الفل بفضل الله، ولسه الالوان بتحلو كل ما يكبروا، كل يوم بيحلوهم الوانهم بتحلو اكتر، كل يوم الوانهم بتحلو اكتر. تعال انت جميل كده، بسم الله، بص ده لونه طالع جميل تحفة، مع انه طالع مش يالو فيس، بس طالع لونه جميل، بسم الله ما شاء الله. تعالى بسم الله ما شاء الله، بص ده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الوان جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طبعا ديت فاضل لهم كمان اسبوع كده، ويبدا بقى الريش ياخد الجمال بتاعه بقى، والالوان تبان اكتر واكتر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الوانهم جميله جميله جميله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طبعا انا بس هنا ايه، عايز اتاكد كده، اتاكد في الارضيه، اشوف الارضيه لسه ينفع تفضل ولا نغيرها. هي بسم الله ما شاء الله، هي الارضيه ناشفه زي الفل ولسه نظيفه، يعني لسه في، يعني لسه ينفع كمان نسيبها شويه زي الفل ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، شايفين الصغير خالص ده، تعالى تعالى جميل، تعالى ده اصغر واحد فيهم، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. تعالى جميل، مبهدلينك ليه كده؟ تعالى انت رجلك نظيفه ما فيهاش كور ولا حاجه، بس يعني ايه مش متظبطه قوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، بسم الله ما شاء الله، انزل انزل، الوان جميله، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هذا الذكر الام والاب، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، ما شاء الله، جمال جدا جدا جدا، مستواهم زي الفل بفضل الله. طبعا التغذية يا جماعة، احنا بنقدم تغذية جيدة جدا، يعني احنا هنا عندنا هنا اهو، بسم الله ما شاء الله، ده الشوفان الحب، ده شوفان حب، هما بيقشروه وبياكلوا الحباية من جوه وبيسيبوا القشر تحت، لسه ما عادش شايفين كده اللي في الصورة، ده صورة الشوفان، تمام، حبوب الشوفان. عندنا هنا ده الفلارس والبلكم، انا باكل فلارس وبلكم بس، ودي طبعا القشور بتاعتهم، وطبعا كام حبايه شوفان اهي مقشرينهم اهي، تمام. فاحنا لازم نهتم بالفتره دي، ضروري جدا جدا لازم نقدم الحبوب النظيفه جدا اللي هي مستواها كويس، ما نقدمش الدنيبه، الدنيبه في الوقت ده خطا جدا جدا جدا، علشان بتخلي الذكر يعمل مجهود فوق طاقته، وممكن الذكر لا قدر الله يقع منك بسبب ايه؟ بسبب اللي احنا بنحط دنيبه، الدنيبه دي بتاخد مجهود جامد جدا جدا عشان تتأزأز، وعشان ياخد كميه كبيره يديها للفروخ دي، فالذكر بيعمل مجهود جامد جدا. فاحنا بنقدم الفلارس والبلكم الامريكي، الحاجة النظيفة جدا جدا المستوردة، بحيث ان الحبات تبقى كبيرة، بحيث ان هو باقل مجهود بياخد اكتر كمية بيبدأ يطعم بيها الفروخ بتاعته، تمام؟
دي يا جماعه معلومه مهمه جدا جدا، لازم نخلي بالنا منها، لان في ناس كتير جدا بتشتكي لما بيكون في فروخ الذكوره بتقع منهم، بتقع بسبب ده. تمام، مع الاهتمام بالميه الله يبارك لكم، لازم نهتم جدا جدا بتغيير الميه يوميا مع مراعاه حط الفيتامينات المستورده زي الجروفيت وزي النيوبوس ايوني وزي الالف دال ثري. الحاجات دي مهمه جدا جدا نحطها. في حد يقول لي احنا بنحط فيتامينات اثناء وجود فروخ؟ ايوه يا عمي والله بنحط فيتامينات اثناء وجود فروخ عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. وهي سيلينيوم بنحطه وقت الغزل، وقت الغزل هو وقت ما قبل البيض. دي طريقه شغلي، والحمد لله النتائج قدام حضراتكم اهي زي الفل بفضل الله رب العالمين. الدنيا معانا زي الفل. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ويا رب يكون استفدتوا من الفيديو ده. انا اهم حاجه عندي بصرف النظر والله العظيم وانا بقدم المحتوى، اني عايز اخلي كل الناس المربيين يبقى عندهم كل المعلومات والتكات الفنيه قوي في انتاج العصافير البادجي، وطبعا الفيشر والروز والكناري وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في القناه الكناري، عشان الخير يا عم. انا مش هخسر حاجه لما يكون عندي معلومه متاكد منها ومجربها واديها لحضراتكم. تمام، زي برضو انت مش هتخسر حاجه لما بتشوف الفيديو وتنزل تحت تعمل لايك وتعمل مشاركه للفيديو عشان غيرك يستفيد. احنا كده بننشر الخير يا جماعه، احنا هنا لازم نكون اعضاء فعالين في المجتمع. انا عندي معلومه بفضل الله ربنا يعني يسر لي المعلومه ديت وقدرت اكتسبها من خلال خبرتي وتربيتي للعصافير، انا بقدم لك المعلومه ديت على طبقه من ذهب لحضرتك بمنتهى السهوله عشان حضرتك تعملها وتستفاد. برضو حضرتك لما تيجي تسمع المعلومه ويعجبك الفيديو وتنزل تحت تعمل لايك وتعمل مشاركه عشان غيرك يستفيد، يبقى احنا كده بننشر ايه؟ بننشر الخير. وهو ده يا جماعه هدفنا من انشاء القناه، ان احنا ننقل المعلومات ونتبادل المعلومات اي جيده الاكيده عن تجربه فعليه وننشرها ما بيننا وبين بعض. تمام؟ تمام، انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتير. هنفتح عشوش الفلل، وهنفتح عشوش الرصاص، وهنفتح عشوش الفالو، وان شاء الله خير كتير جدا جدا للجميع. انتظرونا في اقوى الحلقات ان شاء الله رب العالمين. تحياتي لكم، واني احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.